نقف اليوم نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في الذكرى 15 لأحداث الدار البيضاء الأليمة أمام مقر البرلمان المغربي، للتأكيد ولتسليط الضوء مجددا على قضية هذه الأحداث. هذه الأحداث التي نعتبر أن لها كان أنه كان لها ضحيتين، الضحايا الذين يعني توفوا وصابوا بجروح وبكسور في اللحظه ديال داك التفجيرات، والضحيه الثانيه اللي هي الضحيه المنسيه، المعتقلين الاسلاميين اللي تم الاعتقال ديالهم على خلفيه هذه الاحداث. هاد الضحايا اللي يعدون بالالاف، حنا جينا هنا باش نسلطوا الضوء مجددا على قضيه. نعم، في الحقيقه يعني القضيه لا زالت في مكانها، يعني ملف المعتقلين الاسلاميين لم يشهد اي انفراج، يعني لا سياسي ولا حقوقي. لذلك احنا مجددا في هذه الذكرى 15 جئنا لنسلط الضوء مجددا على القضيه، والمطلب ديالنا الاساسي هو يعني اعاده النظر في ملف المعتقلين الاسلاميين على خلفيه احداث 16 ماي، انصاف هؤلاء الضحايا، يعني جبر الضرر ديالهم، اطلاق سراح من تبقى منهم في السجون، لان لا زال ما يناهز 138 معتقل اسلامي على خلفيه احداث 16 ماي في السجون المغربيه، لا زالوا يئنون لمده 15 سنه. كنعتبروا ان الملف ديالهم شهد مجموعه من التجاوزات الحقوقيه والقانونيه اللي لحد الان مازال ما تمش فتح تحقيق فيها، واللي قررها ملك البلاد شخصيا في التصريح ديالو السابق لجريده ايل بايس الاسبانيه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.